أهلا بيكم في أهم وأول نوعية من المراكز الخدمية اللي بتقدم خدمات لطلاب الجامعة بصفة عامة وطلاب جامعة القاهرة بصفة خاصة. المركز أنشئ أو التفكير في إنشائه بدأ بمبادرة من الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وكانت البداية في مؤتمر طلابي أعلن عن إنشاء المركز في مؤتمر طلابي سنة 2019 يوم 2 أغسطس سنة 2019. والبداية كانت مع انشغال للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت كأحد قادة يعني أكاديمية علمية أو يعني أحد القادة الأكاديميين وأحد القادة اللي عندهم رؤية للإصلاح الاجتماعي، إنه كان في ظواهر منتشرة بين الشباب أو أحداث منتشرة بين الشباب تكاد أن تصبح ظاهرة، وهي تكرار عدد حالات الانتحار بين الشباب في وقت معين، كان في خريف سنة 2019. فكر على طول الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت في إنه لازم يكون في حاجة مركز يخدم، مركز يبقى له دور وقائي من مثل هذه، ان الشباب ممكن يوصل الى مثل هذه المرحله. ازاي يبقى في دور وقائي للشباب من انه يوصل لمثل هذه المرحله؟ ازاي يبقى في مكان او مؤسسه او هيئه تسمع الشباب وتقدم لهم خدمات بحيث انهم ما يوصلوش لهذه المرحله؟ فكان التفكير في انشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات كما تصوره الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت في ذلك الوقت. وكلفنا بإعداد الرؤية والرسالة والجولز الخاصة أو الأهداف الاستراتيجية اللي المفروض يحققها المركز. وأنشئ افتتح المركز العمل فعلا سنة 2020 يوم 2 مارس 2020، يعني تقريبا بعد 3 شهور بالضبط من إعلان الإنشاء أو الإعلان عن الإنشاء. المركز لما ابتدى على أساس أنه هيشتغل على محورين، محور التدخلات الفردية ومحور الوقاية الجماعية، ده محورين كبار جدا، وبيتعامد مع المحورين دول محور آخر، وهو أنه يبقى فيه حاجة اسمها تقديم خدمات نفسية أو تقديم خدمات بحثية. يعني المركز له طابع خدمي، بيقدم خدمات تدخل علاجي أو تدخل إرشادي على المستوى الفردي، أو أنه بيعمل بحوث. البحوث بتستهدف أو المسوح بتستهدف أن احنا نتعرف أول بأول على المشكلات اللي يعاني منها الشباب، أو أكثر المشكلات التي يعاني منها الشباب في مجتمع جامعة القاهرة على الأقل. أيضا كان من ضمن الحاجات اللي قام بها المركز هو الاشتراك مع قطاع خدمة المجتمع في الجامعة في بحث مشكلات الأسر في المجتمع، في مجتمع من المجتمعات المحيطة بالجامعة، كنوع من أنواع خدمة المجتمع الكبير. وهي كان المجتمع ده هو مجتمع ما بعشش السودان أو بديل عشوائيات عشش السودان. الناس اتنقلت إلى وحدات سكنية عملتها الدولة بديلة للعشش اللي كان عمرها حوالي 50 سنة، شافت أجيال مختلفة، عاش فيها أجيال مختلفة. محافظة الجيزة شافت إن في نوع من أنواع سوء التوافق اللي موجود مع البيئة الجديدة، وبالتالي طلبت مننا ان احنا نبحث هو سوء التوافق ده جاي منين. وبالاشتراك مع قطاع خدمة المجتمع اللي قدم خدمات كبيرة جدا لهذا المجتمع، عملنا بحث ال 150 أسرة بتعيش في هذا المجتمع، وشفنا هو بالضبط سوء التوافق جاي منين، ايه هي المحاور الكبرى اللي بتؤدي الى سوء التوافق، وبالتالي نبدأ في عمليات إرشاد وعمليات تدخل اجتماعي ونفسي بناء على المعلومات اللي خدناها من هذا البحث.
أيضا المركز إلى جانب ده بيقدم حاجة اسمها خدمات تتعلق بالإرشاد الدراسي، بمعنى إن إحنا عندنا مع ضغط الدراسة وضغط الامتحانات والمسابقة اللي موجودة بين الطلاب داخل الجامعة وفي المدينة الجامعية المحيطة بينا، بيحصل ضغوط نفسية بتؤدي إلى إن يبقى التحصيل الدراسي مش في حالته الطبيعية، وبالتالي بيجي لنا هنا طلاب بياخدوا حاجة اسمها حاجة خاصة بالإرشاد الدراسي، هتكلم عنها زميلة من الزميلات اللي موجودين في المركز، وقدمنا لهم كمان أفلام ويعني فيديوهات صغيرة لإزاي يعملوا عمليات، إزاي يذاكروا أو إزاي يرصدوا أسلوب التعلم الخاص بيهم علشان يساعدهم في إنهم يذاكروا بفعالية أكبر. بالتالي دي كانت خدمة من الخدمات اللي بدأ يقدمها مركز الدعم النفسي. أنا دوري في المركز مسؤولة عن الجانب النفسي الخاص بالطلاب سواء ذكور أو إناث أو طالبات وطلاب. ايضا في موضوع رئيسي كمان احنا بنهتم بيه داخل المركز اللي هو خاص بتمكين المراه على مستوياتها بقى المختلفه، سواء اذا كانت طالبه او اذا كانت طالبه ومتزوجه، اذا كانت طالبه ومتزوجه، اذا كانت موظفه، اذا كانت ربه اسره. يعني رسالتنا ايضا مش داخل المركز فقط، ايضا منتشره داخل الكليات بتاعتنا، وده بدعم كبير جدا من استاذنا الدكتور فكري الراعي الرئيسي للفئه او الفلسفه الرئيسيه للمركز، طبعا تنفيذا لارشادات استاذنا الدكتور محمد عثمان خشت. الرساله اللي احنا بنقدمها ان احنا بنحاول نفهم المراه زي ما قلت كده على جميع المستويات، يعني ايه التكوين النفسي للمراه، يعني ايه ادوارها المختلفه اللي ممكن تقوم بيها، ونصحح بعض المفاهيم المرتبطة بإمكانياتها المرتبطة بإمكانيات الآخر. هل دورها في الحياة مجرد إن هي أنثى للتربية فقط، ولا هل هي مجرد وعاء للمتعة مش أكتر، ولكن لها أدوار أخرى متعددة؟ ايضا جزء من اهتمامات المركز إنه بيهتم بالتخفيف من أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة لبعض السيدات وبعض الطالبات اللي ممكن تكون مرت بأزمات سواء نفسية أو اجتماعية أو حتى على المستوى المرضي، لأنه في بعض الحالات كانت بتجيلنا تكون يعني خاضعة لأنواع معينة من العلاجات أو خاضعة لأنواع معينة من العمليات الجراحية، وبتبقى عمليات التكيف اللي بعد كده بتبقى فيها صعوبة شوية. فالمركز بيحاول ياخد بايدين الطلاب دول او السيدات ايا كان بقى دورها في الجامعه، ويرتقي بيها بحيث ان هي تبقى عارفه ايه هي احتياجاتها وكيفيه اشباع هذه الاحتياجات بالطريقه السليمه، تحقق لها اطار نفسي مناسب. كمان في جزء مهم خاص باكتشاف المبتكرات من الطلاب او من الموظفين او الموظفات في اطار الجامعه، ده ليه دور كبير جدا في تحقيق نوع من انواع السعاده. عايزه اقول الرساله الرئيسيه لمركزنا انه اللي يدخل يخرج بحاله من السعاده مختلفه عن اللي دخل بيها. يمكن مش غايب على الناس كلها انه المراه في مجتمعنا بتمر بمواقف كتيرة جدا فيها نوع من الاحتراق النفسي، سواء في المستوى الأسري أو الأكاديمي أو الاجتماعي، مستويات مختلفة، فبتبقى محتاجة مكان يوضح لها إزاي أخفف من الاحتراق النفسي ده، إزاي أدور على مصادر السعادة المناسبة من داخل إمكانياتي أنا، مش معتمد على إمكانيات الآخر. كتير من يعني عايزة أقول مثلا انه احيانا بنصحح مفاهيم الطلاب عن حياه المراه اللي هو ممكن يرتبط بيها، اللي ممكن يشوفها في البيت كاخت او كام او كزوجه. المنظومه دي بتحقق مجتمع مبني على المعرفه وعلى الثقافه النفسيه. احنا نتمنى انه شعار الثقافه النفسيه يبقى منتشر عند الناس كلها بمختلف اعمارهم، لانه ده اللي حقيقي هيحقق
نسبة كبيرة جدا من النجاح على المستوى الأكاديمي، على المستوى الأسري، على المستوى النفسي، بيحقق نوع من التوافق. الناس تبقى ماشية في الشارع، يعني هل نتخيل كده ان احنا ممكن نبقى ماشيين نلاقي كل سيدات المجتمع ماشية مبتسمة؟ فأنا بتهيألي المركز بيخطو خطوات انه يخلي كل الطالبات ماشيين مبتسمين، عندهم نوع من انواع الرضا الذاتي، عندهم نوع من انواع الطموح المتناسب مع امكانياتهم، مش مرتبط بامكانيات الاخر. شرف ليا كبير ان انا اكون احد طاقم العمل في مركز الدعم النفسي بجامعه القاهره. انا انضميت للمركز هنا من اول ما بدا. المهمه المكلفه بيها هي الارشاد الدراسي. طبعا انا المفروض ان في عندي في جامعه القاهره 26 كليه او معهد فيهم حوالي 300,000 طالب. المفروض ان هم اي مشكله دراسيه بتواجههم بيتصلوا بينا. احنا في عندنا خط ساخن وفي عندنا ارقام للواتس، بيبعتوا رسائل، بنحدد لهم مواعيد وبيتم مقابله الطلاب دول. اول حاجه لو في طالب عنده مشكله دراسيه بيجي لنا، بقعد معاه بستمع له هل المشكله ديت ليها جذور نفسيه او ناتجه عن مشكلات اسريه او عن مشكله اجتماعيه، بنحاول ان احنا نساعده فيها. الحاجه الثانيه لو طالب دوت عنده اختيار تخصص معين ومش قادر ياخد قرار، احنا بنساعده في اتخاذ القرار. طبعا اكبر مشكله بتواجه بعض الطلبه المترددين علينا بالذات اللي عندهم مشكلات دراسيه هو اختلاف الكتاب الدراسي ما بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. فبعض الطلاب للاسف الشديد بيبقى متعود على الكتاب الملخص قوي اللي هو معتمد على نظام سين وجيم، بيجي يتعامل مع الكتاب الجامعي بيلاقي المنهج كبير، وخاصه في بعض الكليات النظريه زي كليه الحقوق اللي بتبقى كتبها ما فيها مواد علميه كبيره ومفرداتها يعني لا حصر لها. فالطالب ده بيجي لنا احنا بنبدا اول حاجه بنطبق عليه مجموعه من المقاييس، من اهمها مقياس اسمه مقياس اساليب التعلم. المقياس دوت انا لما بعمله مع الطالب انا بحدد الطريقه اللي هو بيتعامل فيها او بيكتسب بيها المعلومه، بنحدد له الاستراتيجيه المناسبه ليه، وده بيوفر مع الطالب وقت وجهد وبيساعده كمان في تحصيل دراسي اكبر ورفع تقديراته. ودي معادله مش من السهل تحقيقها الا اذا الطالب فهم طبيعه المذاكره بتاعته هتبقى ازاي والطريقه اللي هيقدر يسترجع بيها المعلومات. المركز هنا بيقدم خدمات لطلاب الجامعه سواء كان في التعليم الجامعي او ما بعد التعليم الجامعي، يعني في الدراسات العليا. بعضهم بيبقى عنده مشكله ازاي اختار التخصص اللي انا هدرس عليه، يعني بمعنى اصح عايز يتخذ قرار. مش بس بيجي لنا الطالب اللي عنده حاله نفسيه، لا كمان الطالب اللي جاي محتاج يعرف انا هشتغل على ايه او انا هدرس على ايه. بنساعده في تحديد انواع المهارات اللي عنده ايه والقدرات اللي موجوده عنده ايه، عايز تنمي مهارات او عايز تتخذ قرار، بنعمل له جلسات وبيوصل للقرار اللي هو عايزه وبيعرف المهارات اللي محتاج يزودها او المهارات اللي هو بيتحلى بيها اللي يقدر يستفيد منها. المركز هنا الحمد لله من فضل ربنا علينا ان احنا بنتعامل مع كل الكليات، مش بس كليات النظريه، لا الكليات العمليه منها كليات الطب البشري والطب البيطري وكليه الطب العلاج الطبيعي، كل الكليات بتتعامل معانا. وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا نساعد شريحه كبيره من الطلاب الجامعه لحد الان. باذن الله احنا جاهزين على بدايه العام الدراسي بمجموعه من المقاييس للطلاب اللي محتاجين سواء يحدد اسلوبه التعلم او اللي عنده مشكله دراسيه او اللي عاوز ينمي مهارات او اللي عاوز يتخذ قرار. احنا جاهزين وبنقول لهم اهلا وسهلا بيكم وعلى استعداد ان احنا نساعدكم في اي مكان. وبالاضافه الى ان احنا ان شاء الله مع بدايه الدراسه هننزل للكليات وهيبقى في عندنا ايفنتس بحيث ان احنا نقابل الطلبه ونبقى متواجدين قريب منهم، لان الطلبه المستجدين لسه ما يعرفوش ان في حاجه اسمها مركز الدعم النفسي، فدول احنا اللي هننتقل اليهم مش بس منتظرينهم عندنا في المركز هنا. وطبعا كان شرف كبير جدا ليا ان انا ابقى ماسكه جزء مهم قوي في المركز وهو المشكلات الدراسيه. احنا بيجي لنا حالات من جميع كليات الجامعه، بدايه من كليه التجاره، طب بشري، اداب، حقوق، اسنان، صيدله، علاج طبيعي، هندسه، اعلام، طب بيطري، تمريض، تربية طفولة مبكرة، دار علوم، دراسات عليا، وتخطيط عمراني، وكلية علوم وزراعة، وكمان بنستقبل العاملين بالجامعة وأبناء العاملين بالجامعة. احنا بيتردد علينا ازاي بيتم حجز الحالات من خلال رقمنا على الواتساب
بيتم ان الحالات بتبتدي تحجز ان هي عايزه استشاره نفسيه، فبنبتدي نقول لهم ان هم يسيبونا بياناتهم وبنحجز لهم وبيتم التواصل معاهم من خلال المركز. بيتردد علينا حالات، يعني كل حالات اضطرابات نفسيه زي حالات عندها اكتئاب، ممكن وسواس. اكتر الحالات اللي بتيجي هي الحالات اللي بيكون عندها اكتئاب. احنا كاخصائيين نفسيين في مركز الدعم النفسي بنتعامل مع المشكلات الخاصه بالطلبه، يعني ممكن مثلا يكون في مشكلات اسريه، مشكلات اقتصاديه، مشكلات دراسيه، بنبتدي نتعامل مع الطلبه كل مشكله على حده. يعني جالنا نسبه كبيره جدا من طلبه جامعه القاهره، ومن اكتر الكليات اللي بيجي منها هي كليات الطب، بيجوا يشتكوا من ان هم عندهم ضغوط نفسيه كتيره جدا، في ضغوط خاصه بالدراسه، واحنا بنتعامل مع كل مشكله على حده. بنبتدي لو في اختبارات، يعني مثلا انا شاكه ان طالب عنده اكتئاب، فعشان اتاكد ان الطالب ده عنده اكتئاب هبتدي اطبق عليه مقياس الاكتئاب علشان اتاكد ان الطالب ده عنده اكتئاب، وابتدي اعمل له خطه علاجيه، وابتدي اشتغل من خلال الخطه بتاعتي بعدد من الجلسات، وبعد كل عدد من الجلسات ببتدي اقيس التحسن بتاع الطالب، هو كان جاي عنده مشكلات ايه، ودلوقتي هل احنا قدرنا نحل المشكلات ديت، في حاجات احنا لسه ما قدرناش نعدلها فبنبتدي نشتغل، اشتغلت في فنيه معينه حاسه ان هو ما جابتش نتيجه معايا فهبتدي اشوف فنيه تاني، لحد ما نصل مع الطالب ان احنا نلاقيه ان هو لا خلاص بدا يقول ان انا اتحسنت، كل المشكلات اللي انا كنت جاي بيها بقت تمام دلوقتي، فبنبتدي خلاص نوقف الجلسات، بنبتدي نخلي متابعه، يعني الطالب بعد ما كان بيتابع كل اسبوع جلسه في الاسبوع ممكن نخليه يجي كل اسبوعين، بعد كده كل 3 اسابيع، كل شهر، لحد كل 3 شهور، لحد ما نحس ان حاله الطالب استقرت ونبتدي ناخد حالات غيره.